ليش ما اجوا صاحباتك على العزاء؟ ليش هالتخبيص بالحكي؟ كان لازم يجوا يقوموا بالواجب، يعتبروا بدل المصاري. تعرفي أبوك قديش ترك مصاري؟ شو يعني قديش ترك؟ إيه ما هو ممرر والأراضي بيعها للحج عبد الغفور وأنا شفت خزنته. أنت جدبة صحيح أختي الكبيرة بس جدبة. أبوك تارك وراه 100 مليون ليرة كاش كلها بالعملات الأجنبية يورو ودولار غير البضاعة والمحل والمستودعات المليانة. وينهم؟ الخيط اللي أنا بعرفه 840 مليون ليرة وبعرف مين اشتراه. نصحته ما يشتريهم بس ما سمع لي. وقال لك ما لك علاقة. صح بس كانت مستودعات مليانة بس هلا فاضي. في كتير وينهم؟ وين حقهم؟ اشتراهم من الحش فتحي ومن عند ولاد أبو وائل. وين حقهم بالبنك؟ أكلهم؟ عشق واحدة وصرفهم عليها؟ وينهم؟ شفطهم عبد الغفور؟ قليلي صح ولا لا؟ شو يعني؟ يعني عبد الغفور عم يكذب؟ عم يكذب؟ هاي صفة واحدة من صفاته. بتحبي أعدلك صفاته كمان؟ خليك غشيمة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخي. يا أخ صبري، حكالي الشيخ محمود. لسه معروفة، كل الناس عارفة يا شيخنا، وطلب مني إنه نجمعكم مع بعض لحتى نشوف شو فينا نعمل. شوف شيخي، اعمل اللي بدك اياه بس أنا وعبد الغفور ما بنجتمع مجلس واحد. أنت وكيلي، وإذا بتشوفني غلطان بدي بوس رجله قدام كل تجار الحريقة.